اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال الطقس بربوع المملكه لنهار اليوم الاربعاء. من المتوقع نزول بعض القطرات المطريه المتفرقه خلال الصباح بسهول محيطيه شمال الدار البيضاء وكذلك الواجهه المتوسطيه واقصى الشمال الشرقي، كما ستهب زخات عاصفيه بعد زوال مرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط والمناطق المجاوره واقصى الشمال الشرقي للمملكه، وستهب رياح معتدله شرقيه بالبوغاز وضعيفه الى معتدله شرقيه بالواجهه المتوسطيه ومن القطاع الشمالي بسهول الغربية. بالنسبة لدرجة الحرارة خلال الليل غادي تراوح ما بين 9 و 14 درجة بالمرتفعات وما بين 15 و 19 درجة بسهول وجنوب البلاد وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستعرف درجة الحرارة العليا بعد الارتفاع خلال النهار. بهذا كنختم معكم نشرة جوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.